أمانة بغداد تقيم يوم بغداد السنوي، وهناك فعاليات كثيرة. هذا يدل على أن بغداد يعني استرجعت عافيتها وبدأت بالنشاطات الفنية. يجب على كل المواطنين البغداديين مع أمانة بغداد أن تكون يد واحدة من أجل بغداد. يجب أن نفكر جميعا كيف يتم عدم العشوائيات، عدم التجاوزات في مدينة بغداد. نتعاون كليتنا، نتعاون جميعا من أجل مدينة بغداد. وخلاف ذلك، إن بقي أمين بغداد وحده يعمل بدون تعاون المواطن، فأمين بغداد يقدم استقالته فورا.